الرحمن الرحيم شباب الصف الثاني الاعدادي، ان شاء الله بنكمل او بنبدا النهارده منهجنا للترم الاولاني وهو استكمال لما درس في الصف الاول الاعدادي. وبنبدا اول درس عندنا اللي هو محاولات العلماء للتصنيف في العربي. عارفين الجدول اللي انتوا ما شفتوه الفصل ده او الموجود في قلب الكتاب، اتخضيت وقلت الناس لو روح هنحفظ كل ده. هو ده الجدول اللي احنا بنشتغل عليه وهو اساس علم الكيمياء اللي انت تخصص فيه بعد كده لما تدخل علم ان شاء الله. اول حاجه عندنا محاولات تصنيف في العربي. الاول احنا لو انت عندك مكتبه في البيت والمكتبه دي انت محتاج انك تنظمها عشان لما تروح على كتاب التاريخ تعرف تجيبه منين. في الكتاب العربي تعرف تجيبه منين؟ النيش مثلا في البيت. تلاقي ماما حاطه كوبايات في مكان، المعالق في مكان، الشوك في مكان، بحيث لما تقول لك روح هات المعالق لما يكون عندكم ضيوف والكلام ده انت عارف انت هتروح تيجي منين. الدولاب في جزء للشماعات، في جزء للاطقم اللي هي متعلقه، في جزء لحاجات معينه، فانت تقدر لما يطلب منك قطع معينه من الهدوم تقدر انك تروح تجيبها. او نفس الفكره. ليه تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر؟ ليه العلماء قاعدوا يعملوا محاولات كتير جدا لتصنيف العناصر؟ قال لي السبب في ده عشان يسهلوا دراستها، لسهوله دراستها. يبقى اول حاجه عشان يسهلوا دراسه العناصر دي ويوجدوا علاقه ما بين العناصر وخواصها الفيزيائيه والكيميائيه. تلاقي العناصر الصلبه موجوده مع بعضها دي خواص فيزيائيه، العناصر النشطه كيميائيا موجوده مع بعضها ولها عدد الالكترونات متساوي في مستوى الطاقه الايه الاخير بتاعها. لما يجي يقول لي علم تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر هتبقى اجابتي لسهوله دراستها وايجاد علاقه ما بين العناصر وخواصها الفيزيائيه والايه والكيميائيه. طيب ايه محاولات العلماء لتصنيف العناصر دي؟ كام محاوله؟ قال لي دي محاولات كتير جدا. احنا هندرس ثلاث محاولات. هندرس حاجه اسمها الجدول الدوري لمندليف لعلي بوشي، والجدول الدوري لمزري، ثم هندرس الجدول الدوري الحديث. وده نتاج مجموعه من العلماء، مش بتاع واحد الاولاني او بتاع واحد تاني زي التاني، لا ده مجموعه من العلماء ساهموا في وضع ده. طيب نبدا الاول بالجدول الدوري لمندليف. اولا جدول الدوري لمندليف ده جدول بيحتوي على يعني ده اول جدول دوري حقيقي للتصنيف العناصر. قبله كان في محاولات بس مش محاولات حقيقيه. فلذلك ده اول جدول دوري لتصنيف العناصر. جدول الدوري المندليف هيحتوي على 67 عنصر. 67 عنصر. يعني ممكن يجيبوا لي كمصطلح كده ويقول لي جدول يحتوي على 67 عنصر. جدول الدوري لمندليف. بدا الراجل ده يجيب بطايق كده صغيره ويحط فيها مثلا انا البطاقه اهي. بطاقه هي كده بالشكل ده ويحط هنا مثلا ايه؟ ويحط هنا بي ويحط هنا سي وبدا يكتب جنب كل عنصر الوزن الذري بتاعه، الوزن الذري بتاعه. فرتب العناصر ديت اللي هي الصفوف الافقيه ديت سماها ايه؟ مجموعات. والصفوف الراسيه دي سماها دورات. عادي كده؟ فلاحظ ان خواص العناصر تتكرر بشكل دوري مع بدايه كل دوره طبقا للزياده في الوزن الذري. فلذلك بنقول ان الاساس العلمي لجدول مندليف، الاساس العلمي لجدول مندليف هو ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الزياده في الوزن الذري. يجي يقول لك كده اذكر الاساس العلمي لجدول مندليف، هتبقى اجابتك ترتيب العناصر تصاعديا حسب الزياده في الوزن الايه؟ الذري. وكأي عمل بشري لابد من مميزات وعيوب. ايه مميزات جدول مندليف؟ واحد انه تنبأ بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم أوزانها الذرية وترك لها خانات فارغة في جدولها. يبقى أول حاجة موجودة عندي مميزات جدول مندليف ان هو تنبأ بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم اوزانها الذريه وترك لها خانات فارغه في جدوله. طيب انا بص برضه هل له عيوب؟ طبعا عيوبه ان هو اخل بالترتيب التصاعدي للاوزان الذريه لبعض العناصر. ترتيب التصاعدي 1 2 3 هو اخل بيه لوضع العناصر في المجموعات اللي الناس خواصها وتعامل مع مصادر العنصر على انها عناصر مختلفه. اما تشوف اللي مثلا
ايه؟ الاكسجين 8 16 لونه طلع اسمه او 8 18 اذا الاو هي الاو والثمانية هي الثمانية اللي هي العدد الذري، أمال نظير صورة للعنصر تتفق في العدد الذري وتختلف في الوزن الإيه؟ الذري. فكلمة نظير هنا هي صورة للعنصر تتفق في العدد الذري وتختلف في الوزن الإيه؟ الذري. معايا كده؟ هو بقى تعامل مع نظير العنصر على أنها عناصر مختلفة، علم اختلاف وزنها الإيه؟ الذري. طيب، نيجي بعد كده للجدول الدوري لمسلم. مسلم الجدول الدوري بتاعه حاول ان هو يتلافى عيوب جدول مجلس. بس جه عالم اسمه رذرفورد ده يعمل ايه؟ اكتشف ان نواه الذره تحتوي على بروتونات موجبه الشحن. معايا كده؟ فمسلم ما صدق وخد الكلمه دي وقال لك ايه؟ قال لك ان البروتونات دي هي اسمها العدد الذري. البروتونات اسمها العدد ايه؟ الذري. طيب وبناء عليه راح مرتب جدوله يعني جدول الدوري المجري ترتيبه ترتب العناصر التصاعديا حسب الزياده في العدد الذري وليس الوزن الذري كما كان يقول ايه مندليف. يبقى هنا اول تعديل عمله مدلي ان هو رتب العناصر التصاعديا حسب الزياده في العدد الايه الذري وليس حسب الوزن الذري. واضاف مجموعه العناصر الاستبريه لما نيجي نبص كده في الجدول الدوري بالشكل ده هنلاحظ ان هو اضاف مجموعه استبريه في اخر مجموعات الجدول الدوري اللي هي فيها العناصر الغازات الايه؟ الخامله. وخصص مكان اسفل الجدول الدوري اللي هو الفئه اف ديت لعناصر تسمى الانسانيدات والاكتينيدات. يبقى ده ثاني حاجه او ثالث حاجه عملها مسلم ان هو بعد ما اضاف مجموعه العناصر او الغازات الخامله خصص مكان اسفل الجدول الدوري لعناصر الانسانيدات والايه؟ والاكتينيدات. طيب وقال ان كل عنصر يزيد عن اللي بيسبقه بمقدار واحد ايه؟ صحيح. طيب اجي اشوف بعد كده بقى الجدول الدوري الحديث. الجدول الدوري الحديث في عالم اسمه بور. عالم اسمه بور اكتشف مستويات الطاقه الرئيسيه فاكر الناس اللي فاتت؟ كي ال ام ان او بي كيو هذا كي ال ام ان او بي كيو المستوى الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع دول سبع مستويات طاقه معايا كده رئيسيه. كل مستوى طاقه رئيسي بيحمل عدد من مستويات الطاقه الفرعيه تساوي رقم الرقم ده واحد. في كم مستوى طاقه فرعي؟ واحد بنسميه اس. المستوى الثاني في كم مستوى طاقه فرعي؟ اثنين اس وبي. المستوى الثالث في كم مستوى طاقه فرعي؟ ثلاثه اف وبي ودي. المستوى الرابع في كم مستوى طاقه فرعي؟ ايوه اربعه اف بي دي اف. يبقى كل مستوى طاقه رئيسي يحمل عدد من مستويات الطاقه الفرعيه تساوي رقمه. مين اللي اكتشف مستوى الطاقه الفرعيه؟ اللي مستوى اللي اكتشف مستوى الطاقه الرئيسيه العالم هو. وبناء على كده وضع الجدول الدوري الحديث ورتبوه تصاعديا حسب الزياده في العدد الذري وطريقه نقل مستويات الطاقه الفرعيه بالايه؟ بالالكترونات. يبقى اما اجي كده سريعا اقول لك قارن ما بين الثلاث جداول اللي احنا خدناهم من حيث الاساس العلمي هتقول لي مندليف رتب العناصر التصاعديه حسب الزياده في الوزن الذري اللي هو اللي فوق. مسلم رتب العناصر التصاعديه حسب الزياده في العدد الذري. طيب الجدول الدوري الحديث رتب العناصر التصاعديه حسب الزياده في العدد الذري وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالايه؟ بالالكترونات. طيب نيجي بقى يا شباب نبص على الجدول الدوري الحديث. الجدول الدوري الحديث عندي فيه 18 مجموعه وسبع دورات. 18 مجموعه راسيه سبع دورات افقيه راسيه 18 عندي 18 مجموعه سبع دورات افقيه والسبع دورات افقيه طبقا لي ان انا عندي سبع مستويات الطاقه عشان انا عندي سبع مستويات الايه؟ للطاقه. طيب الجدول الدوري الحديث ده عندي كام فئه؟ اربع فئات فئه اس فئه دي فئه بي وفئه اف خلصنا من فئه اف اللي
اللي هي هذا الجزء اللي هي الفئه اللي موجوده اسفل الجدول الدوري واللي بتحتوي على عناصر الليمفاديدات والتكتينيدات. ده اللي قاله الجزء. تبدا بالفئه اس ودي تقع في اطار الجدول الدوري وتاخد المجموعه 1 A. اما اقول A او B هذا اسمه الترقيم التقليدي. لو قلت 1 أو 2 هذا اسمه الترقيم الحديث اللي هو مكتوب بالاحمر. يبقى الفئه اس تقع على اطار الجدول وفيها المجموعه 1 A و2 A وهذا الفرق ايه؟ اروح ليمين الجدول الفئه بي وديت بتمارس بحرف A برضه معانا المجموعه الصفريه بس بتبدا من 3A 4A 5A 6A 7A والمجموعه الصفريه اللي بتسميها المجموعه 18. خلي بالك 3A هي 13 زي ما كانت 1A 1 2A 2 طيب 6A اللي هي 16. طب اللي في وسط الجدول اللي هي الفئه دي وبنسميها العناصر الانتقاليه وهي تفصل بين فئه اس وفئه بي العناصر الانتقاليه ويبدا ظهورها من الدوره الرابعه بتظهر عند الدوره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه يبدا ظهور الفئه ايه؟ دي هي في وسط الجدول وتسمى العناصر الانتقاليه وتبدا ب 3 بي ليه 3 بي؟ اللي عندي 2 ايه؟ ثم 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي 8 بي وفي النهايه 1 بي و 2 بي اخرها. معايا كده؟ يبقى انا عندي هنا مجموعتين وعندي هنا 10 مجموعات وعندي هنا 6 مجموعات مجموع دول كلهم يديني 18 مجموعه تفصيل وعندي اسفل الجدول الدوري الفئه اللي هي الليمفاديدات والاكتيف ميدان. طيب يبقى لنا جزئيه اخيره كده مهمه جدا ولازم تبقى موجوده في قلب الامتحان وهي انا لو جاب لي عناصر وقال لي حدد مجموعه عناصر فين؟ في اي دوره وفي اي مجموعه؟ او يجيب لي دوره المجموعه ويقول لي عدد الزمن. عاوز اتركز على حاجتين مهمين قوي. رقم الدوره بيدل عليه عدد مستويات القطر المشهوره بالالكترونات. ورقم المجموعه بيدل عليه عدد الالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الاخير. طب ازاي نفهم المثال يوضح؟ هو يقول لي حدد موضع العناصر الاتيه في الجدول واديني بي. طيب بي دي كم حاجه وزعها يا شباب اهي؟ 2 8 5 تمام كده؟ طيب انا عاوز الموضع، موضع يعني ايه؟ دوره مجموعه. بص بقى معايا عندي كام دوره؟ 3 دورات. يبقى دي اسمها ايه؟ دوره ثالثه. الدوره الثالثه. بيقع في الدوره الثالثه. طب رقم المجموعه ابص على عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخيره اللي هي 5 يبقى هي دي ايه؟ مجموعه 5 ايه؟ او 15. يبقى عدد مستويات الطاقه بيدل على رقم الدوره. عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير يدل على رقم المجموعه. اروح دي اللي ما فيهمش الاولانيه في الثانيه. ايه ار 18 او افهم. اهو 2 2 8 8. طيب عندي كام مستوى طاقه؟ 3 يبقى دوره ثالثه. عندي عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير 8 ده مكتمل طول المجموعه الصفريه يبقى نقول مجموعه صفريه او طول 18. معايا شباب كده؟ طيب هو على المثال الاخير هنا قال لي ان انا 2 8 1. دوره كام؟ ايوه برافو عليك دوره 3. مجموعه كام؟ مجموعه 1 ايه او الاولى. لازم تتحل سهله جدا معتمده على شغل تحت السنه اللي فاتت. اوزع واشوف كم مستوى طاقه ده اسمه رقم الدوره. كم عدد الالكترونات مستوى الطاقه الاخير ده اسمه رقم المجموعه. نكست يجيب لي الدوره والمجموعه ويقول لي حدد لي عدد الذرات، يعني مثلا يقول لي حدد لي عدد الذرات اللي العنصر يطرح فيه، الدوره الرابعه الايه؟ الدوره الرابعه اهو اعمل اربع مستويات. والمجموعه الاولى اللي حط فيها 1 كده كام؟ 8 وده 8 وده 2. فهي دي كلها كده 2 و8 10 8 18 يبقى العدد الذرات هنا كام؟ 19. معايا؟ اروح للدوره الثالثه اهي والمجموعه الصفريه يبقى 8 ده 8 كده 2 يبقى العدد الذري كام؟ 18. يبقى انت هنا سؤالين دول سؤالين مضمونين في ايدك ما تضيعهم وفيهم بساطه وسهوله وكده يا شباب. يبقى احنا خلصنا الدرس الاولاني وان شاء الله نكمل بعد كده الحصه اللي جايه الدرس الايه؟ الثاني.